الجدة ومعها العدة. مع السلامة مع السلامة. أمي أبي سأشتاق إليكما. ها؟ ها؟ جدتي؟ الحمد لله على السلامة. سلمكما الله. هذه الغرفة أفضل. نعم، ولكنها فارغة يا جدتي. لا عليكما. ها؟ هيا هيا بنا لنعد العشاء. ها؟ ما هذا؟ يبدو أن الجدة لديها أسرار كثيرة. أها؟ دحومي، أين أنت؟ العشاء مجهز. يا إلهي، دحومي أين اختفيت؟ هيا اظهر. دحومي دحومي، أين أنت؟ دحومي، لا تلعب معي، هيا اخرج في الحال. ماذا تفعلين هنا؟ دخل دحومي الغرفة ودخلت لأدعوه للعشاء ولكنني لم أجد، اختفى. أوه نعم نعم، هذا ما كنت أخشاه. ما هذا؟ أين أنا؟ ما الذي حدث؟ يا إلهي، دحومي، أين كنت؟ ما رأيك في الرحلة؟ أنا جدتي، عن أي رحلة تتحدثين؟ عن رحلة الفضولي الذي يستخدم أشياء الآخرين دون استئذانهم. أنا آسف. لا بأس، يبدو لي أن رحلاتنا ستكون كثيرة. والآن إلى العشاء. شاهدوا مغامرات بسمة ودحومي في أي وقت على قناة ندى على اليوتيوب.